تحية طيبة مشاهدينا الكرام. اليوم جماهير نادي القوة الجوية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم. هذه الوقفة جاءت بعد قرارات لجنة الانضباط التي صدرت ظهر هذا اليوم بحق اللاعب إبراهيم بايش وأيضا اللاعب حمادي أحمد. هنالك غرامة مالية أيضا صدرت بحق نادي القوة الجوية. تفاصيل أكثر خليكم وياي. يوم الفرش اللجنة وين العيال؟ يوم الفرش اللجنة وين العيال؟ يوم الفرش اللجنة هي لجنة الانضباط خد تضبط روحها بالبداية. ماكو هيك قرارات حقوق البنين. يعني على عبد الزهرة من طق اللاعب السوري هاي وحده ب 16. بس هذا المقطع هذا المقطع وين كان علي مهند؟ هذا المقطع عسون انظلمتم اللي جات عمي هاي مال امانة بغداد صارت مال قاسم والشرطة. ترى ماكو هيك الفاسدين وانتم النشالة. خلنا اخذناك بشرة وطلعها. ليش ما تجيبون فار؟ أكثر من مرة تعاقبنا، أكثر من مرة عاقبت فريقنا وانظلم من وراء التحكيم. مباراة نفط البصرة، مباراة القاسم، مباراة الكهرباء، شو تريد الجمهور شو يسوي؟ شنو رد فعله؟ تحياتي للجميل مصطفى. أول شيء قرارات ظالمة بحق نادي القوة الجوية، إنه حرمان كابتن حمادي وإبراهيم سنتين، إنه ماكو مادة 51 فقرة 2 تقول حرمانه نهاية الموسم في حين تكرار نفس الغلط يعاقب موسمين مع غرامة 20 أو إلى تصل إلى 40 مليون. فغرام نشوفها عقوبة ظالمة بحق الكابتن حمادي وبحق جماهير القوة الجوية. خلي نضبطون أول شيء. اليوم محبين نادي القوة الجوية الكل اجتمع، نسوا الخلافات الإدارية الفنية الغير كلها نسيت. اليوم هاي العقوبة تعتبر إهانة بحق نادي القوة الجوية وكأنما مقصودة للمحارب النادي. فاليوم أو كل يومين نقف هنا نتظاهر، قد يكون اعتصام مفتوح همينة. تمام كابتن مرتضى، خلينا نحكي بشكل أوسع. اللي تريدي شنو؟ إلغاء العقوبة لو تقليص العقوبة؟ هي نحكي صراحة أكو عقوبة صح، أكو صارت أعمال كراسل بس مو هاي العقوبة، مو هاي المبالغ بيها. هاي مبالغ بيها، خلص العقوبة على الجمهور على غيره. لا أنا أحكي على اللاعبين. على اللاعبين وهاي حالات، يعني نفسه هو نفسه لؤي صلاح سوى حركة الكابتن مهند وغيره وغيره وغيره، ما شفنا ايش عقوبة صارت عليهم. سمعنا يعني بايش وحمادي مقصودة كأنه القوة الجوية بالضبط مقصودة. يعني هذه القوة الجوية إلى محبين وإلى جماهير راح يبقى اليوم راح تبقى تتظاهر يوميا باب الاتحاد، قد يكون اعتصام.